بداية بسم الله الرحمن الرحيم، معكم زهير لشطب صحفي قناة البلاد مكتب عنابة. مقابلة كما قلت خويا ودية لكن بطابع رسمي، لكن ما يجب يعني التركيز عليه أنه المقابلات بين الإخوة الجزائريين والتونسيين مقابلة لا خاسرة فيها، لأنه هنا أعماق الجذور تاع العلاقات بين الشعبين ممتدة من الأجداد، وأكيد الأحفاد راح يتبعوا نفس المسيرة. على كل حال هي راح تكون مناظرة قوية بين بالماضي والقادري. نظريا بالماضي عنده شوية أفضلية، لكن هذا ما يمنعش باللي القادري قادر يلخبط الأوراق. كما كنت قلت لك يعني نظريا الفريق الجزائري هو الأقرب للفوز، خاصة بعد تمكنوا من الفوز في المقابلة الأخيرة في أوغندا. المنتخب التونسي عجز عن تحقيق الفوز وعن الاحتفاظ بالصدارة في المباراة في غينيا الاستوائية، وبالتالي معنويا الفريق الجزائري في وضع أفضل، لأنه الفريق الوحيد في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكوت ديفوار اللي فايز بكل المقابلات، وبالتالي المباراة راح تلعب في ملعبه في ملعب عنابة، وملعب عنابة نعرفه باللي عنده خصوصية خاصة جدا، فالجمهور العنابي عنده واحدة الخاصية ثم قد تختلف عن ملاعب البوليدة ووهران قسنطينة والجزائر. إن شاء الله يعني نظريا الفريق الجزائري هو المرشح الأكثر. بالكبير أحمد نوردين كونو ميدو جورناليست الهداف تي في شانجر، يعني أولا مساء الخير، مساء الخير لكل الجمهور التونسي المتابع الذي ينتظر مثله مثل الجمهور الجزائري الذي ينتظر هذه المباراة بشغف، خاصة وأنا مباراة دربي اليوم سواء كانت بطابع ودي أو رسمي. مباراة الجزائر وتونس دائما ما شهدت ندية كبيرة سواء في طابعها الرسمي كما قلت أو طابعها الودي، تبقى مباراة كبيرة بين منتخبين يحضران لكأس أمم إفريقيا مدام الجزائر متأهل والمنتخب التونسي متأهل. مباراة سيعود فيها المنتخب الجزائري لأول مرة منذ سنة 2011، تصور إلى ملعب 19 ماي بعنابة، هذا الملعب التحفة بعد كل التغييرات التي طرأت عليه، سيكون في مواجهة شقيق والمنتخب التونسي. أنت لا داعي للحديث في كل مرة عن أننا أشقاء وأن الحدود تجمعنا وكل ما جمعنا طيلة التاريخ. مباراة من المنتظر أن تشهد ندية كبيرة، من المنتظر أن تشهد تغييرات أيضا من جانب المدربين سواء من طرف جلال القادري أو من طرف أيضا المدرب جمال بالماضي. كل هذا من المرتقب أن نشاهده غدا هنا في ملعب 19 ماي بعناب. خلينا نقول 50-50، ولو أنك كجزائري نرشح الجزائر للفوز غدا. لا أعتقد بأنه تصريحات، أنت تعرف جيدا في فترة ربما بعد الخسارة بعد التعادلات بعد الانتصارات عقلية المدربين تصريحات ماهيش نفسها، تتغير الظروف تتغير الأمور. المنتخب الجزائري كان يستحق بعد كل ما قدمه تأهل إلى كأس العالم في قطر، ضيعها في آخر الثواني. نفس الشيء المنتخب التونسي استهل تأهله وتأهل عن جدارة واستحقاق، وحقق مشوار خرج فيه بأربع نقاط كاملة. نتمنى الأفضل للمنتخب الجزائري والمنتخب التونسي. محمد أمير صحفي جريدة أخبار الشرق من ولاية عنابة. من وجهة نظري مباراة قوية جدا رغم طبيعها الودي، وهي دربي لشمال إفريقيا يتجدد مرة أخرى. هذه المباراة تتسم بالخصوصية نوعا ما هذه المرة على أرضية ملعب عنابة وفي عنابة. المنتخب الجزائري يعني يعود إلى ملعب عنابة بعد 12 سنة، المنتخب التونسي في عنابة مرة أخرى. من وجهة نظري الأقرب بالفوز يعني دائما هو المنتخب الجزائري، بالنظر إلى الإمكانيات، بالنظر إلى الانتصارات الخمسة المحققة مؤخرا في تصفيات كأس إفريقيا، وأيضا لأنه المنتخب الوحيد الذي يقدم أداء يعني في تصفيات هذه الإفريقية. نعم تكون مواجهة خاصة تكتيكيا، خاصة أنه المدربان يعني يتقاربان يعني من ناحية المستوى التكتيكي والمستوى الفني والمدرسة الفنية التكتيكية. أتوقع أنها مباراة داخل مباراة بين جمال بالماضي الكوتش وأيضا بين القادري، أحدهم يعني فاز بكأس إفريقيا 2019 والآخر لعب المونديال أمام فرق كبيرة جدا، يعني مباراة ستكون تكتيكية فنية من مستوى عالي جدا. لا يمكن تعليق على هذا لأنه هذه فقط تبقى يعني سوء تفاهم أو سوء يعني في نقل الكلام بين المدربين، يبقى هما فقط هما واجهة العارضة الفنية سواء لنسر قرطاج أو لمحاربي الصحراء، ودائما يعني تبقى هذه فقط مجرد تصريحات لا تلغي أبدا الأخوة والمحبة بين البلدين الشقيقين أو حتى المنتخبين اللي من وجهة نظري أراهم يعني الأعرق في القارة الإفريقية. محسن غريبية الإذاعة الجزائرية من عنابة. طبعا اللقاء بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري لقاء ودي، لكنه يحمل في طياته لقاء الندية بين الجزائر وتونس، ولن يخرج عن طبيعه الأخوي بين الجزائر وتونس. وأيضا أن ملعب 19 ماي 56 بعنابة سيكون مكتظ عن آخره، والمقابلة ستلعب بشبابيك مغلقة، لأن اللقاءات بين الجزائر وتونس ستكون لها نكهة مغاربية، ونستطيع أن نقول بأنها من أحسن اللقاءات في شمال إفريقيا، خاصة
خاصة لتركيبة الفريقين بالنسبة للجزائر التي تضم في صفها عناصر كبيرة مثل محرز عوار وكذلك المنتخب التونسي بشبانه الجدد بعد إدخال بعض التغييرات على التشكيلة التونسية التي لها شأن كبير في المستقبل القريب. احنا كصحفيين جزائريين عوار عاد الى اصله وعاد الى بلده وبالتالي هو مكسب للمنتخب الجزائري والكرة الجزائري وسيعطي الكثير للمنتخب الجزائري وراح نشوفه ان شاء الله في مقابلة الجزائر تونس الودية. كرة القدم ليست علم دقيق، كل شيء فهم ممكن، تقدر تونس تفوز، تقدر الجزائر تفوز، قدر اللقاء ينتهي بالتعاد، لكن كجزائري اقول ان الجزائر ستفوز على تونس. ريتاه جمال الدين شبكه سبور. هي مباراه صعبه تكون هو على الورق المنتخب الجزائري مرشح فوق العاده خاصه انه سيستعمل العامل الكلاسيكي الارض والجمهور. لكن المنتخب التونسي ليس من أجل النزهة هنا في مدينة عنابة، من أجل تأكيد صحوة المنتخب التونسي في السنوات الأخيرة. بن يوسف نصر الدين مدير جريدة الإلكترونية رياضي نت. مقابلة ودية بطابع رسمي بين المنتخبين الشقيقين الجزائر وتونس. شاهدنا منذ قليل أن المنتخب التونسي تقريبا جدد أكثر من 60% من التعداد، يحاول انه يكون والله يالف منتخب قوي، خاصه انه خرج من المونديال وتعثر في المقابله السابقه في تصفيات كاس افريقيا. المنتخب الجزائري كذلك بعد نكسه الكاميرون ونكسه كاس الامم الافريقيه التي جرت بالكاميرون، حاول المدرب بالماضي انه يغير بعض الكوادر او بعض اللاعبين. مقابلة ستفي بكل الوعود، خاصة أن الجمهور العنابي سيتوافد بقوة على ملعب 19 ماي 56. برأيي أن المنتخب الجزائري أقوى من المنتخب التونسي.